ما تبص هنا. ايه الغلب ده يا ربي؟ يعني هو بالعافية يعني يا بابا بقى؟ اه بالعافية، في مانع؟ هو بقى على ما أظن بقى حسب القوانين الإنسانية من بدء الخليقة أن أبدي رأيي. طبعا من حقك تبدي رأيك، بس أظن أنا كمان من حقي أبدي رأيي. من حقك؟ إيه رأيك؟ لا 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 يا بابا، لا أنا مش عايز أبدي، مش عايز أبدي، مش عايز أبدي، مش عايز أبدي، خلاص خلاص. اعدل نفسك وافرد جسمك. اه بابا افرد افرد. ايه النضاره اللي انت لابسها دي؟ حاضر يا بابا حاضر. ونزل انت كمان بقى دي بقى. امسك. حاضر. في بقك. حاضر اهو. عجل اعوجها كده. ايوه كده، ما تفتح كح هتموت من اولها. امسك المقطه دي. سلام. انت هتبقى ميشو. بقول لك ايه بقى، على ما اظن ان انا مدرس دراسات محترم. ها وبعدين ما دام انت شملول قوي وافرد ظهرك وشيل النضاره وقضي رايك وبتاع، ما تنزل انت، ما تنزل انت يا بابا، انزل انت. قضي رايي. لا لا لا، فين فين المطو؟ ماشي هنزل انا، بس انت بقى فطين روح معاهم العمليه. فين المطو اللي هشيلها دي؟ لا خلاص لحسن تعور نفسك. ركز معايا، انت هتخلي المراقبة وراك انت على طول، وما ترجعش هنا الا لما النهار يطلع. مفهوم يا حيلة يا نيلة؟ مفهوم يا بابا مفهوم. اتفضل انزل. ماشي. يا حر ابوك اسود، انت رايح فين؟ النضارة النضارة. طب اوعى تلبسها. حاضر احطها في جيبي. احطها. طيب اتفضل، الباب من هنا. ماشي ماشي. الباب من هنا. ماشي. ايه الغلب ده يا ربي؟ هو نزل. ما تمشي ياض، وقفت ليه؟ اتحرك. يخرب بيتك، ده بينه بيشاور للمخبر. قلت لك يا سيد فطين ده ما ينفعش. بس خلاص اتحرك اتحرك اهو. يلا بينا احنا بقى نجهز قبل ما يرجع. وانا جاهز. تاني يا حضرة الظابط، تاني هتقولي لي تهامي؟ صدقني يا فندم، أنا رحت بيته وشفت عيلته واتأكدت من كل كلمة بيقولها. سارة ما تنسيش إنك ظابط شرطة مش أخصائية اجتماعية. مش ناسي يا فندم، بس حضرتك لو رحت بيته وشفت عيلته هتحس بنفس اللي أنا حاسة بيه. وأنا مش هروح طبعا، ده مش دوري. ادخل. تمام يا فندم. يا منصور في جديد؟ انا فضلت مراقب البيت يا فندم لحد ما نزل ميشو قبل الفجر بشويه. فضل ماشي على الكورنيش ومشيت انا وراه. لما حسيت انه شافني التفت بعيد عنه عشان ما يحسش بيا، وفجاه كان فص ملح قدامي. قلت لك ركز شويه يا اخي، اكيد بيعمل مصيبه دلوقتي. اي اوامر تانية يا فندم؟ لا اتفضل. برضه هتقع تحت ايدي. هو مين ده يا فندم؟ ميشو كله امان، كله كله امان.
حسك بقى مكسر لي الرقم القياسي بتاع العملية اللي فاتت. عملية فاتت عملتها في 12 دقيقة 22 ثانية و5 فنتو بالثانية. اكسر لي الرقم ده. ماشي يا سيدي. انت بس سكت لي ستيشن، مش خلصت من الفطين يطلع لنا ستيشن. سعيد. ما تقلقش يا بيشو، أي حاجة هشد السلك مرتين. يلا جود لك. على مهلك، على مهلك، على مهلك. بقول لك ايه؟ اعمل لي فنجان قهوه على ما مش وخلص. القهوه عجبتك يا معلم؟ اه مش بطل. اسكت اسكت الستيشن. يعني حلوه؟ قلت مش بطل. واخرس بقى. يعني عجبتك القهوه يا معلم؟ ايوه عجبتني يا ستيشن. تحب اغنيها لك يا ستيشن؟ القهوه عجبتني يا ستيشن. اه القهوه عجبتني. اخرس خالص. صباح الخير يا هاني. هو في حاجة عند مدام مديحة ولا إيه؟ لا دي مشكلة بسيطة في الغاز بس إحنا هنصلحها. أمال هي فين؟ هي أصلا مش موجودة. مش موجودة؟ أمال دخلت هنا إزاي؟ ما لا مؤاخذة سايبالنا المفتاح مع الأمن. يلا يا فندم. ما سابتش معايا مفاتيح. طيب انا هطلع اشوف بنفسي. طلع الهدوم بالشنطه بسرعه. انزل يا نهار اسود. ايه ظابط فؤاد اللي جابه هنا؟ يبقى كده العملية بيخ باظت. Thank you.
بتهبب اقف بقى. العمال رايح جاي رايح جاي مش عارف افهم منك حاجه. لا 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 انا قلبي مش مطمن عم انس، العمليه كده شكلها باظت، انا اروح اطمن عليهم. استنى هنا، مش فاهمني الاول عمليه ايه وفاضل لي علاقه بيها؟ يا عم انس العمليه دي اللي المعلم سيد الحاوي بيخطط لها بتاعت الشهر ده عشان نعملها وشكلها كده باظت. احسن انها باظت، يا رب كل العمليات تبوظ عشان يبطل ونستريح بقى. انا اللي مش هستريح طول عمري يا عم انس. ليه كل ده؟ عشان العمليه باظت؟ لا عشان هربت وكنت جبان وخواف. يعني هربت من المعركه؟ اكتر يا عم انس. انت عارف لو حصل حاجه للمعلم سيد او لميشو او حتى الاستيشن مش هقدر اسامح نفسي، لان ساعتها في احتمال كبير قوي ان اتوب، وايدي دي مش هتتمد للحرام تاني. ما ان شاء الله تتقطع ايدك ولا رقبتك كمان. انا مال انا؟ ايه علاقتي باللي انت بتقوله ده؟ انا ليا فطين، وديتوه فين؟ يا عم انا افهمني، فطين احنا استخدمناه كتمويه عشان ميشو يقدر يزوق من المراقبه اللي عليه ويطلع معانا العمليه دي. كايه؟ كتمويه؟ خلاص بقى فاطين الحيطه المايله بتاعتكم. عم انس من الاخر كده عشان تستريح، المعلم سيد هو اللي عمل كده. طب انا ليا تصريف مع سيد بس لما يجي. ده اذا جه. لو جه. المهم فاطين، فاطين فين؟ فاطين اتاخر قوي، ده عمره ما عملها. انت عارف لو فاطين ابني جراله حاجه مش هيكفيني لا انت ولا معلمك ولا اي حد. أنت فين يا فطين؟